السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. منذ عام 1997 وحلم توشكا يراودنا جميعا، ومع تشريف سيادتكم توشكا في مارس 2019 بدأت ملحمة الاستصلاح والزراعة لتصل بنا إلى ما تم إنجازه اليوم. واليوم تشرف توشكا بافتتاح سيادتكم موسم حصاد القمح بمزرعة توشكا 4، إحدى مزارع توشكا بمساحة 140 ألف فدان، ستضاف إلى إجمالي المساحة المنزرعة فضلاً عن المساحات الجاري زراعتها هذا العام بإذن الله. أين نحن الآن؟ توشكا في يناير 2017 تم تكليف الشركة بالاستصلاح والزراعة في منطقة توشكا، وكان إجمالي المساحة المنزرعة 400 فدان فقط. وفي يناير 24 تم الوصول بالمساحة إلى ما يزيد على 420 ألف فدان والمميزة باللون الأخضر. في نهاية عام 22 تمكنت الشركة من الوصول بالمساحة المنزرعة إلى 250 ألف فدان، وأيضاً في نهاية عام 23 تم الوصول بالمساحة إلى 420 ألف فدان، أي بزيادة خلال العام الماضي تعادل 170 ألف فدان. تمت أعمال البنية التحتية كالتالي: عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تم إضافة 100 ألف فدان في منطقة توشكا 4، أيضاً تم إضافة 70 ألف فدان أخرى في منطقة توشكا 3 عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات. العام الزراعي 24-25 مخطط إضافة 80 ألف فدان كالتالي: عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في منطقة توشكا 6 جاري دراسة أعمال البنية التحتية لمساحة من 40 إلى 60 ألف فدان. أيضاً عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات جاري استكمال أعمال البنية التحتية لمساحة 30 ألف فدان في منطقة توشكا 3، وبكده توصل توشكا 500 ألف فدان. العام الزراعي 25-26 مخطط استكمال الأعمال في توشكا 5، وذلك بإضافة مساحة من 50 إلى 70 ألف فدان لتصل توشكا إلى 560 ألف فدان.